مرصد أوكيمدن في جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش توجد بناية بسيطة تخفي وسطها معلمة علمية يفتخر بها المغرب. إنه المرصد الفلكي أوكيمدن التابع لجامعة القاضي عياض. في كل سنة يزف للفلكيين المغاربة والأجانب اكتشافا يهم عوالم الفضاء الخارجي. أصبح المغرب بفضله مرجعاً في اكتشافات تغني مجال علم الفلك. يضم هذا المرصد 5 تلسكوبات وآليات لرصد النجوم والكواكب، ويشتغل فيه فريق علمي متخصص تربطه شراكات تعاون مع مراصد مختلفة من دول العالم. قام مرصد أوكيمدن منذ إنشائه سنة 2002 بعدة اكتشافات كانت أولاها في نطاق قياس الغطاء الجوي في سماء محيط المرصد، حيث أثبتت الأبحاث أن هذا الغطاء صالح لرصد الأجرام السماوية المختلفة، ثم اكتشافه لسبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية، 3 منها صالحة للعيش. يتميز هذا المرصد الكبير بالدقة في الرصد لأجزاء كبيرة من السماء ليلاً ومراقبة الكواكب التي تدور حول النجوم خارج المجموعة، كما يساعد في دراسة المذنبات التي تدور حول الشمس. يرتبط مرصد أوكيمدن الفلكي بشراكات عديدة ذات أهداف علمية إنسانية مع مختبرات ووكالات عالمية متخصصة، منها وكالة الفضاء بكوريا الجنوبية ووكالة النازا الأمريكية، إضافة إلى جامعة ليج البلجيكية وجامعة نيس الفرنسية ومرصد باريس ومختبر جامعة إلنوي بالولايات المتحدة والمرصد الفلكي في دولة تشيلي. إن الاكتشافات العلمية الدقيقة التي حققها المرصد في السنوات الأخيرة جعلت المغرب يحتل مراتب متقدمة في حقل الاكتشافات العلمية المرتبطة بعلم الفلك إلى جانب دول ذات صيت عالمي.